أود أن أعلن عن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس. ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها وجدان العرب والمسلمين، كما أعلن عن تبرع المملكة السعودية مبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس. كما تعلن المملكة عن تبرع مبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. الآن أعطي الكلمة لأخي فخامة الرئيس محمود عباس، فليتفضل.